أيضا من المخالفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. قالوا وزوارات القبور تحتمل معنيين، أحدهما الزوارات التي يعتمدن الزيارة ويكثرن منها، وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم. والمعنى الثاني في الزوارات الذين اللائي يزرن القبور ولو مرة، وهذا قول جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي، فإنه يرى تحريم زيارة القبور وهو قول جمهور أصحابه رحمه الله تعالى، وهو مشهور مذهب أحمد ومالك رحمة الله على الجميع. فالمقصود أن زيارة النساء للقبور فيها قولان، والأظهر وهو فعل بعض السلف رضي الله عنهم وما جاء عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز غير أنه لم يعزم علينا، يدلنا على النهي عن تحريم زيارة النساء للقبور. أيضا قوله ونهينا عن وضع السرج عليها، إنارة القبور منهي عنها لأن فيها تعظيما لها وذريعة لتعظيمها، وهذا قد نص النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه.